بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع درسنا لهذا اليوم المبارك الأغر بعنوان فضل الدعاء بأسماء الله الحسنى. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وأحاطه بعنايته ورعايته وصوره في الأرحام بحكمته وجميل إحسانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال أيضا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. إن المسلم مدعو بأن ينتفع بالأسماء الحسنى التي دل عليها الكتاب العزيز وأرشدت إليها السنة النبوية الصحيحة، وقد وصف الحق سبحانه وتعالى أسماءه العظيمة بالحسنى في 4 آيات من الكتاب العزيز. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال أيضا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال أيضا: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وقال أيضا: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وفي وصف أسماء الله بالحسنى دليل على أنها تحمل معاني حسنة وجميلة تليق بالله عز وجل، لأن أكمل الصفات وأجلها وأعلاها على الإطلاق هي صفات الله تعالى، والمراد بالحسنى هنا الأوصاف الحسنة الجميلة كالوصف بالوحدانية والجلال والعزة. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والمراد بإحصائها الإحصاء باللسان مقرونا بالإحصاء بالعقل. فإذا وصف العبد ربه بأنه ملك يوم الدين استحضر في عقله أقسام ملك الله تعالى، مقدما في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه عن كل ما لا ينبغي. ومن معاني إحصائها أيضا الفهم لها والعلم بها والإيمان بها والتعظيم لها والتحلي بها والحفظ لها والعمل بها. وهذه المعاني كلها حسنة ينبغي للمسلم أن يستحضرها وهو يدعو الله بها لمكانتها وعظمتها وشرفها. إن الناظر في أسماء الله الحسنى المتأمل في معانيها العميقة يجد أنها تحمل في ثناياها حقائق التوحيد الخالص، إذ هي ترجع إلى المعاني الآتية: أولا، أنها تدل على إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى كالأول والآخر، كما في قوله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثانيا، أنها تدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى كالواحد، كما في قوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ثالثا، أنها تدل على الإبداع والخلق كاسم الجلالة الله جل جلاله، كما في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. رابعا، أنها تدل على نفي التشبيه عن الله تعالى كاسم الأحد والصمد، كما في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خامسا، أنها تدل على إثبات التدبير له سبحانه وتعالى كاسم المدبر والقيوم، كما في قوله تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه
أفلا تذكرون؟ ومن أجل الفوائد التي يحققها الإيمان بالأسماء الحسنى أنها تجعل المحصل لها العامل بها يكتسب أخلاق عليا تجعله في صورة الإنسان المؤمن الموحد للسلوك القويم. وقد اعتبر علماؤنا رحمهم الله الأسماء الحسنى مرجعا أساسا للصفات المثلى والأخلاق الكريمة، وذلك من خلال تأكيدهم على ضرورة تمثل معاني تلك الأسماء وتحصيلها وجعلها تؤثر في السلوك بشكل إيجابي، وأن يسعى المسلم إلى اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسنها، وهو ما يعبر عنه بقولهم إن نصيب العبد أو حظه من هذا الاسم كذا وكذا. من ذلك قولهم حظ المؤمن من اسم الرحمن أن يكون كثير الرحمة، وحظه من اسم الغفار أن يستر عيوب غيره بقدر ما يستره الله تعالى، وحظه من اسم اللطيف أن يكون رفيقا بالناس لطيفا بهم في دعوتهم إلى الله عز وجل. ومن الفوائد التي ينبغي للمسلم أن يحرص على تحقيقها في هذا المقام الشريف، مقام أسماء الله الحسنى، هو أن يقدم الأسماء الحسنى أثناء الدعاء مصداقا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والدعاء كما هو معلوم في ديننا الإسلامي الحنيف أعظم مقام العبادة، يدل عليه قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أنه حيثما ورد لفظ السؤال في القرآن الكريم يأتي بعده لفظ قل، كما في قوله تعالى يسألونك عن الإنفال قل الإنفال لله والرسول، لكن في هذا الموضع بالذات ترك لفظ قل، كأنه سبحانه وتعالى يقول للإنسان عبدي أنت إنما تحتاج إلى الوساطة في غير وقت الدعاء، أما في مقام الدعاء فلا وساطة بيني وبينك، فأنت العبد المحتاج وأنا الغني، فإذا سألت أعطيتك وإذا دعوت أجبتك. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، وفي رواية إن الدعاء هو العبادة. اللهم إنا نتوجه إليك بإسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعجل برفع هذا الوباء، اللهم اغننا بتدبيرك عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، والحمد لله رب العالمين.